بيك عزيزي المشاهد في برنامج اسأله ولن تسؤكم. تعالوا نسمع ونشوف مع بعض سؤال الحلقة. هل يجوز قراءة كتابكم المقدس داخل الحمام؟ الإجابة طبعا لا، احتراما لكلام الرب. فكيف الإله شخصيا بين قوسين المسيح يدخل الحمام ويبول إلى آخره؟ من اللطيف إن السائل سأل السؤال وجاوب بنفسه. مفترض إن إجابته هي إجابتنا، لا، ومتأكد إنه يعني كده، وبيقول لا طبعا لا يجوز، لا يجوز قراءة الكتاب المقدس داخل الحمام. سبب الجواب بلا في وجهة نظره هو احتراما لكلام الرب. جميل. مبدئيا كده إجابة هذا السؤال وكصدمة للسائل هي نعم، يجوز قراءة الكتاب المقدس في الحمام ولا مانع. بالنسبة لنا كمسيحيين قراءة الكتاب المقدس في الحمام أو في أي مكان كان. ونقول المثل أو السؤال اللي قلنا هنكرره قبل كده، هل لو دخلت الشمس غرفة مظلمة الشمس هي اللي هتضلم ولا الأوضة هي اللي هتنور؟ الكتاب المقدس هو كلام الله، فمش هيتأثر بأي شكل من الأشكال لو اتقرا في الحمام أو في أي مكان تاني. فكلمة الله طهرة مقدسة من نفس طهارة الله وقدسته، وهو جل شأنه لا يتأثر لو حضرتك ذكرت اسمه في أي مكان كان، حتى ولو كان الحمام، بل ذكر اسمه في الحقيقة في أي مكان بيقدس المكان نفسه. الكتاب المقدس هو كلام الله. أنا عارف أن السائل في ذهنه عقيدة أن الحمام مكان نجس ودنس، لكن ده مش حقيقي ولا نؤمن به كمسيحيين. وحتى بفرض أن ده صح، يعني الحمام مكان نجس، فزي ما قلنا ذكر كلام الله هو اللي أثر في المكان بطهارته وتقديسه، لكن كلام الله نفسه مش ممكن ولا يمكن يتأثر. ده أولا. ثانيا، دخول المسيح للحمام، المشكلة دايما عند أخويا وصاحبي وحبيبي المسلم، المشكلة دايما عنده في عدم فهم طبيعة المسيح. فالمسيح كما نؤمن به هو الله الظاهر في الجسد، ليه طبيعتين، طبيعة إلهية كاملة وله أيضا طبيعة إنسانية كاملة. وزي ما قلنا قبل كده الطبيعة الإنسانية الكاملة دي كانت ضرورية لعمل الفداء، وممارسته لطبيعته الإنسانية هي الدليل على إنسانيته الكاملة اللازمة لعمل الفداء. ولأن الاعتراض على دخول الحمام بالنسبة للمسيح باعتباره أنه هو الإله مبني على فكرة نجاسة هذا المكان، وده ردنا عليه في الجزء الأولاني من السؤال، كمان نقول النجاسة الوحيدة في الحقيقة هي نجاسة الخطيئة. والمسيح نفسه أكد الكلام ده وقال ليس ما يدخل الفم ينجس الإنسان، بل ما يخرج من الفم هذا ينجس الإنسان، في متى 15. وطبعا إن المسيح، وطالما إن المسيح بياكل وبيشرب زي باقي البشر، ومن المتوقع طبعا انه يقضي حاجاته كأي انسان طبيعي، ده ما فيهوش اي عيب. فالله هو اللي خلق الانسان وخلق فيه اعضاء تقوم بالاخراج، ولو كانت النجاسة في الاعضاء دي فبصراحة على كل انسان انه يقوم بتقطيع الاعضاء اللي خلقها الله، وده معناه وكده احنا بنقاوم او بنلوم الله نفسه على ده. عزيزي المشاهد، فكر في اللي قلناه كويس، مستنينك الحلقة الجاية، ومستنين أي سؤال عندك مهما كان، عشان برنامجنا اسمه اسأله ولن تسؤ.